معلش اسكو بروبليم عندي ولا معلش نسمع فيه احمد. لا يطري هوك عاود نزل على اليان عاود تري بس يبقى اوكي اي ديجا خرج من الميت. فهمت الفازان. ان فيت المشكلة عندي انا كي حليت اليان ذاك ينحي لي المايك مانيش عارف تو تسمعوا فيا. ويسيبوا نسمع ايه فيك انت. نسمع فيك باهي نسمع قلت لكم لهنا نلقاو ليز دي زيفينمون في الايفنتس نجمو تعملوا انسكريبسيون فيهم ونبعثوا لكم ميل سينو تلقاو لهنا جوجل ميت لينكس تكليكو عليه تلقاو اللينك معناتها يحل لكم شكون معناتها في الجمعه كامله الجمعه الجاي فما جيت فما كيفاش ريوسي البي اف او فما جافا الكوتلين البايثون اندرويد وفما زاده جيت وجيت هاب سينو في الوحده في الباج فيسبوك هذيا ليتس كلون تلقاو ليز ايفينمون كل شيء بيه. تو نخلي لكم الانجوي مع انس مش عارف لكم بروح ويعرف لكم الرياكت وكل شيء. تفضل انس. ميرسي بوكو احمد على السلامه الناس كله مرحبا. جيس باش على السلامة. بارتاجي الكرون على تاعي. السلامة. ماشي اسكو سي بون تراو في الكرون تاعي ولا لا؟ أي. اوكي بارفي. دونك انا اسمي محمد انس بن عثمان تنجموا تحكيوا معايا تحبوا كيك سوا على لينكدين فيسبوك انستغرام في التليفون كيف ساعدكم. Actuellement, je suis DevOps chez Breakpoint Technology. Je suis un Certified Cloud Specialist chez Microsoft Azure ou Certified Microsoft Trainer Z. خدمت على React Z على برشا دي بروجي سواء en freelance ou des projets professionnels. نعرفش اليوم selon niveau est-ce que نعمل introduction خفيفة على React نحكيو في دي سوجي افونسي. بور سولا سألت شكون خدم فيكم قبل على رياكت. دونك جو بونس الأغلبية ما خدموش قبل على رياكت. دونك ناخذو انتروديكسيون خفيفة صغيرة من الأول الكل. عرش أحمد نومومون تبقى الساعة ونص كاكا جيسكا العشرة ولا ساعتين حتى شو 10:30. As you like عندك لاما حتى تحب تقعد حتى 3 سوايع. الله يبارك وقت اللي جماعة يخلقوا ونحبسوا بالضبط. ولا دونك مش ما نطولوهاش الحكاية. لما سيت تاع رياكت هو رياكت جي اس بون اورج اللي يسحق اي انفورماسيون على رياكت نجم يدخل للسيت هذا. كل شيء فيه بيان دوكيمونتي سهل على الاخر معناها مش نستعملو هذا رياكت بالرسمي. الناس اللي كتبوا دوكيمونتاسيون يعرفوا شو معنى دوكيمونتاسيون تتفهم وسهلة. رياكت كتكنولوجي استعملوا فيه برشا شركات برشا دي ستارت اب كيفما نتفليكس كيفما اير بي ام بي ام حتى شركات كبار كيما اي باي برشا شركات كيفما مايكروسوفت وغيره يستعملوا فيه رياكت اللي هو ريال لايبراري بيبليوتيك نستعملوها باش نخدموا دي سيت ويب على الفرونت. كيف كيف زاد ثم بروجي رياكت نيتف اللي هو يستعملوه باش يخدموا لي زابليكاسيون موبيل اكسوا على اندرويد ولا على اي او اس. دونك رياكت جاب كلك برانسيب جدد وقت اللي ظهر مش وقت اللي ظهر ديريكتومون من اول نهار مي بعد بيريود كيف ما البرنسيب تاع جي اس اكس اللي هو نجمو نكتبو ان كود اتش تي ام ال في وسط جافا سكريبت. دونك نتراو هوني في الكرون تاع اللي مبارتاجيها عن هوني ان كود رياب تاع رياكت سامبل على الاخر محلول عن هوني ديف في وسط هي كود عادي مي الديف هذيك البديزة اتش تي ام ال موجود في وسط فونكسيون تاع جي اس وكان فونكسيون رندر تاع ريتيرن للديف هذيك. دونك هذه ابروش تستعمل رياكت عكس الابروش اللي صام فيها انجولار اللي هي الشامل على فيشي وحده السي اس اس على فيشي والتايب سكريبت على فيشي وحده. دونك هوني رياكت كما حكيت لكم بيبليوتيك. دونك عندنا تكنولوجي
بازيك على الاخر، لكن عندها برشا بوتنسيال وادابتابل سلون برشا دي بيزوان. كل حد ينجم يستعمل رياكت بالفصل اللي يحب عليه. ينجم يجي حد يخدم بروجي رياكت في الارشيت كتير يشبه برشا لونجيلار، مش هكاكا يحس روحه معناها سونتري في وسط كادر دو ترافاي واضحة. كيما ينجم واحد يخدم معناها بروجي خفافي دونك ما يتبعش ستكتير واضحة، يجي يستخدم معناها مش بقول معناها بالفوضى، مي حاجة ما تكونش بيان سريكتيري جيس على خاطر البزوان تاعو يدي خفيف على الاخر. دونك هوني ليتيليزاسيون تاع رياكت ما ثماش فيها راجل اللي لازم تتبعوها بالضرورة، مش كيف ما انجولار فما حاجات ما نجموش نبعدوا عليهم. دونك في رياكت باغ اكزومبل نخدم جي اس ولا نخدم بالتي اس بالتايب سكريبت، سي با ان سوسي معناها عندي شوا نخدم بين الحد. اسكو نحب معناها سي اس اس نتجري فارتي شي مع الكود بتاع رياكت اللي هما يسميهم ستايلد كومبوننتس، كيما نجم بدا نسيباري سي اس اس في شي اخرى على جنب. فوالا مي برانسيبالمون نحكيو على كود، نحكيو ديما على الاوتبوت نتاعنا اللي باش يكون معناها اون اتش ام ال موجود في نفس الفيشي اللي فيها البارتي لوجيك مكتوبه بجي اس. نقول لك البارتي لوجيك اش معناها، معناها لي زانتيراكسيون اللي نجموا يصيروا. قبل ما نحكيو على لي زانتيراكسيون دوك من كل شيء، لازمنا نفهموا اللي رياكت كي تخدم بالنوسيون تاع الويب كومبوننتس شنو ما هو. قبل ما نحكيه حتى على رياكت اصلا، ما نعرفش اسكو في الكلام اللي حكيته كل شيء واضح ولا عندكم دي كيسيون؟ في الرياكت كي نتفرج في فيديوهات في اليوتيوب يخدموا بالارو فانكشن وبعديك يعملوا ريتيرن للفانكشن هذيك الكل، فهمتني؟ معناتها اخ اسك معناتها شو الفرق ما بين جي اس اكس والجي اس؟ معناتها جافا سكريبت عادي، في شيء جافا سكريبت عادي وجي اس اكس. ها باش نجاوبك بالنسبة ساعة للأرو فانكشن، هذيك سنتاكس 7 جي اس، جي اس عادي معناها تنجم حتى تحطها في أي بروجي آخر، سواء معناها في رياكت في أنجولار في في جي اس في فانيلا جي اس، معناها مثلا ما هيش حاجة سبيسيفيك لرياكت الأرو فانكشن. سينو بالنسبة للجي اس اكس جي اس الديفيرونس بيناتهم سي كو جي اس اكس هو جافا سكريبت اكستنسبل ولا اكستندد، نعرفش الاكس هذيك شنو بالضبط الكلمة اللي يقصدوا بها. نجم نرجع عليها هوني جي اس اكس ستاندز فور جوجل جافا سكريبت اكس ام ال طلعت. دونك كما تراو هوني عندنا الديف هذيك هوني تحلت وسكرت، هذيك السنتاكس تاع الاكس ام ال اللي الاتش ام ال بده ايوه يستعمل فيها. ريالمون هذا ماهوش اتش ام ال، على خاطر نحكيو بعديك على شوي حاجات اللي موجودين في السنتاكس اللي تشبه لل اتش ام ال، مي في وسط الاتش ام ال عادي ما نلقاهمش، كما مثلا كلمه كلاس نيم في عوض كلاس. دونك تونجي تاعي دوك ايه سينو كلاس اذا كان نيم نحب على نخدم بالجي خاطر اس، اذا كان نحب نخدم بالجي اس عادي مش جي اس اكس، كان ترى البوتون هذه كليكي عليها نولي هوني في وضع معناها ما نعمل ريتيرن، نحط الكود هذاك اللي هو يشبه لل اتش ام ال، نستعمل بيرمون جي اس. دونك يولي عندي هوني ريتيرن رياكت كرييت اليمنت، الاليمنت تاعي هو ديف ما عندوش دي بروبريتي دونك دي كانيول. هوني هلو هذاك القيمة الفالور باش بتاعه. يكون في شيء تغطي، وهوني معناها لي ابارتير من نيول هذيا لهنا لي فالور باش يكونوا موجودين فيه. دونك كان كيما تراو السنتاكس تاع جي اس اكس بوكو بلي سامبل كو السنتاكس العادية تراديسيونيل اللي يخرج بها رياكت من الاول بكل اول ما تلانسا. جو بونس ثم كيسيون اخرى دونك هوني ثم شكون يسال يعني ما نجموش نقولوا على رياكت اللي هو فريم ورك. وي رياكت جي اس ماهوش فريم ورك، هو لايبراري، حتى كان نشوفه هوني في السيت ويب تاع رياكت هما بيدهم كاتبين الجافا سكريبت لايبراري. على خاطر كي نحكيو على فريم ورك نحكيو على كادر داتا فاي كامله. اش معناها فريم ورك؟ فريم ورك ماهيش محصوره على كلمه تكنولوجي بركه، ولا ماهيش محصوره على لونجاج بروغراماسيون كهو، مي محصوره بلوتو توصل حتى
على الفاسون اللي نخدموا بها، الابروش اللي نخدموا بها، لي برينسيب اللي نخدموا بهم، هذوكم كلهم يجيو في وسط فريم ورك. هوني عندنا انوتيف سامبل اون جي اس مكتوبه، نجمو ننتجريوها كيف ما نحبوا من غير حتى ليميت بريسك. قول علاش بريسك؟ على خاطر سامحني فما دي هناك سيرفان مشكلة. كا ما نجموش نخدموا فيهم رياكت. ألو وي خالد فازي. بلا كيستيون، شنو هي الفرق ما بين فريم ورك ولايبراري؟ ما فهمتش. الديفيرونس ما بين رياكت واللايبراري هو ما بين شنية، ما بين فريم ورك ولايبراري بليتو. قلت لي اي الفريم ورك بصفة عامة، شنو الفرق بين الفريم ورك واللايبراري؟ كما كنت نحكي لكم، ان فريم ورك هي كادر دو ترافاي كامله، ماهيش مقتصره على التكنولوجي بركه، مي حتى الابروش اللي نجموا نخدموا بها، لي برانسيب اللي نجموا نخدموا بهم في وسط فريم ورك. زاد نلقاو بوكو دي زوتي المهمين مع بعض، معناها حاجه متكامله، ان سيستم كامل نجم به هو نخدم حاجه دو اجيس كازات، اقل ما يكون من لي ديبوندونس، بيسكو الفريم ورك ديجا هي ريش على الاخر. بار اكزومبل في لونجيلار ما نسحقوش نجيريو بها ديريكات اتش تي تي بي، ما نسحقش نجيرو بها الراوتينغ، على خاطر هذوما كل حاجات ديجا انتجري في وسط الفريم ورك تاع لونجيلار. عكس رياكت اللي هو ان لايبراري كيما برشا بيبليوتيك اخرين، اللايبراري هي حاجه صغيره عندها رول بيان ديترميني تقتصر على خدمته. تبقى شنو هي الانتجراسيون تاع اللايبراري هذيك والاستعمال نتاعها، ما فماش دي ليميت تحصرنا كيفاش نستعملوها اللايبراري هذيك. عكس الفريم ورك، الفريم ورك هي في حد ذاتها الديفيني الفاسون تاع كيفاش نجمو نستعملوها. ما نعرفش اسكو هوني جاوبتك فاسون معناها واضحة وكلير ولا. اي داكور، ميرسي، فهمتك. اوكي جيت باش نافونسيو، نجمو اللي عنده دي كيسيون يخليهم بعد شوي، دونك باش ما نبقاوش في دي كيسيون ريبونس، دونك شوي هيك شوي هيك. فوالا فوالا، دونك قبل ما نحكيكم على رياكت بيدو ماذا بينا نحكيكم على لي كومبوزون ويب. دونك كيف ما تراو هوني في السيت ويب دو رياكت عندنا بار دو نافيغاسيون فوق، في وسط بار دو نافيغاسيون هذاك عندنا اللوجو على اليسار، ثم هوني هذوما معناها دي ليان نو، ثم هذيك ريشيرش هو انبوت. دونك الباج هذه متكونه من دي زيليمون، وبارفوا نجم نلقاو اليمون في حد ذاته فيه دي بتي زيليمون اخرين. بار اكزومبل الباج هذه مقسمه هوني فيها البلوك هذا اللي على اليسار، اللي في الوسط، اللي على اليمين، بتاع ديكلاراتيف كومبوننت بيزد ليرن وانس رايت اني وير. دونك هذوما نجم نقسموهم لي زيليمون اللي في الباج في دي بتي بلوك نسمي كومبوزون. علاش نقسموهم في دي كومبوزون؟ كي كاكا الكود متاعنا صغير على الاخر، وفي المينتينابيليتي واللي اسهل برشا. نعطيكم اكزامبل، البلوك تاع ديكلاراتيف تحت منه هو ثم باراجراف متعاود مره اثنين ثلاثه، دونك البلوك هذا نخدم الكود نتاعو دو باز مره واحده بركه، ونعمل ابل لليمون هذاك تروا فوا، اي اشاك فوا نعطيه لي زانفورماسيون اللي هما سيبوزي يكونوا افيشي. داكوغ، دونك نجمو نخدمو لي تروا بك هذوما تو تو في ان بتي اكزرسيس تاع رياكت. دونك بيسكو هذه معناها فورماسيون دو باز و دينيسياسيون، نجم نحكيكم على لوتي اللي هي رياكت كرييت اب، بليتو كرييت رياكت اب اند ديف. فوالا كرييت تيري رياكت تيري اب اند ديف. دونك هوني عندنا لوتي هذيا نستعملوها باش نصنعوا ان بروجي رياكت، نصنعوا بروجي رياكت افيك ان تومبليت حاضرة اللي هي نجمو نبداو البروجي هذا. دونك ثم كيك تومبليت بار اكزومبل، نختارو تومبليت اللي يجي بجي عادي، نجمو نختارو تومبليت يجي بتايب سكريبت سونو معناها لي بزوان نتاعنا. دونك انا هوني على الانفيت كوموند اول حاجة لازمني نبدا ما نصلي نوت جي اس بل باش نجم نستعمل كرييت رياكت هذيا،
وباش ننسى ان بروجي دو كرياتيف لازمني هوني الكويك ستارت جايد اللي فيه هو ام بي اكس سباس كرييت رياكت اب سباس الاسم بتاع الابلكيشن. ممكن نجي هوني نعمل ام بي اكس كرييت رياكت اب ونسميها بار اكزامبل ليتس ليرن رياكت. دونك باش ننسى غاديك البارتين تاع تحضير البروجي مين وايل نخليوها تشارجي على روحها. نجمو نشرشيو على شوية حكايات هوني في السيت نتاع نجمو نخدموهم بارتي كومبوزون. دونك هوني ديجا ثما بليزيور اكزامبل. هوني في الاكزامبل هذا ثما التايمر هذا نجم تراو الكود نتاعو لوطا شوي معناها ابليكاسيون تاع تو دو كيفاش وقت اللي نكتب هوني اي حاجه ابري بار اكزومبل كليكي على ادوان اكس غريك زد. نرجع شوي هوني عند تروا كات كاش البوتون هذيك اد تنسيري لي في الباج ديريكتومون. دونك ثما هوني الاكزومبل تاع الكود نتاعو في السيت كرييت رياكت بليتو في السيت تاع رياكت جي اس بانورغ موجودين برشا ديز اكزومبل اللي نجمو نتعلمو منهم نكتشفو منهم رياكت. Voilà, c'est bon, on y sort l'installation. Donc, je note le projet avec les amis PCD, laisse le React. Allez, qu'on a hier un cert. Pour le moment, hier un cert, je n'ai pas le projet avec le VS Code, type de code point. On m'a dit que je n'ai pas hier un cert. Pour le moment, hier un cert, on dit qu'il y a un hub à dire. بالله عندي سؤال، شو الفرق ما بين يارن و ان بي اكس؟ شو الفرق ما بين ان بي اكس و يارن؟ يارن و ام اكس. اوكي دونك كان تعرفوش ام بي ام هو تي اللي نسالي بيها الباكجز نتاع نوت جي اس نعملو ام بي ام انستال حكايه كيكه ولا اي الام بي ام هو النود موديولز ولا النود باكجز مانجر اللي يجي بار ديفو مع نوت جي اس. يارن هو اوتي كيف ما ام بي ام مي ديفلوبي اكثر من بي ام. دونك انا سالتك على ان بي كاشي بار اكزومبل اي 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 باش نحكي ساعه على اليارن والام بي ام خاطر ما نجموش نكومباريو يارن بالام بي اكس حاجه ماهمش نفس الحاجه. فهمتك لازمني نحكيك على يارن سيكوا من الاول بعد كي نجيك الام بي اكس. اي تفضل. ديكو هوني كيما تراو يارن هو او تي ديفلوباوها فيسبوك باش تحل لهم شويه مشاكل. برمي المشاكل هذوما بار اكزومبل لما برشا شركات كي تخدم على بروجي في الجيت تخدم على بروجي يكون مونو ريبو يعني بارتين تاع الفرونت والباكاند وغيره 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 تكون كلها موجودة في نفس ريبوزيتوري في نفس الدوسي. دونك إذا كان كلهم يبدو بار اكزومبل ديفلوبي اون جي اس شاك دوسي فيهم يريبريزونت بروجي اون جي اس. دونك افيك يارن ثم نوسيون دو ورك سبيسز اللي هي معناها تسهل الخدمة على لي سوي هذوما كل مع بعضهم. فرد ضربة كما تقراو هوني split your project into sub-components kept within a single repository. دونك هذه حاجة من الحاجات القوية على الآخر في يارن. برمي حاجة أخرى سيكو يارن يكاش لي موديل اللي يصيروا من انستالاسيون. دونك عكس الام بي ام كل من الناس نصليو يعاود ياخذ البروجي هذاك من الانترنت. دونك افيك يارن سي بوكو بلو فاسيل و يسوفي معناها نصليت موديل ما سحقش كنت الانترنت باش نعاود نصلي مرة أخرى. هذا دونك يارن. بالنسبه للام بي اكس هو كيف ما ام بي ام مي الرول نتاعو ليكزيكسيون تاع ان سكريبت. دونك هوني نلوجو على ام بي اكس في النود هو لوتي اللي به هي نجمو نيكزيكيتيو ان سكريبت ام بي ام ديريكتومون من غير ما نصليو فيه. دونك هوني نستعملو ام بي اكس ونحطو بعديك اسم الكوموند نتاعنا اللي هو في حد ذاته مثل
un module de Node.js. Donc, MPX, tout simplement, outil pour exécuter les modules de Node.js. أنس Oui, ah. نجم شامل كتقول لنا علاش نختاروا مثلا نخدموا مثلا بنوت برياكت ما نخدموش مثلا بانجولار، ولا علاش مثلا مطلوب ياسر، اسكو مطلوب ياسر هذا، ولا كيفاش مثلا لي سوسيتي تخدم مثلا فرونت وحده والباك وحده، وهذا كيفاش يعاون وبنى تكنولوجي مثلا لي ويب سيرفيس ولا اللي هو مش عارف، كما يكون فما عباد لهنا اوكي عمرها ما خدم خدمة ويب اصلا، وقبل كيفاش كانوا يخدموا ويب، معناتها الكودسك وكله مع بعضه، ولا كيفاش اوكي كانوا نرجع يخدموا لتاني شوية معنا. بالضبط. خاطر فما عباد اوكي اول داكور مره تجي، خاطر نلقى اسئله هنا في الشات، فما اللي يسال اسكو نخدموا بي اي او اس، فما اللي يسال فما برشا عباد داك اللي تحسهم اوكي اول مره يفهموا بي، وقال لك داكور نخدموا بي اندرويد اي او اس تاتاتا. اوكي داكور بون راه في كيسيون بونسي شويه من عند ايربيلي على ما نجمش نحكي شويه على الهوكس وريدكس. جو بونس لافونسي كو خليوه في الاخر، نبدا شويه من لافونسي نيفو خليوه في الاخر. بازيك وبعدك اي فوالا نمشي للكيسيون دوكم. دونك باش نبدا واحده واحده. ثم في جوجل ميت تاك لوبسيون تاع ريز بوتون هذيك فيها صورة يد. دونك ماذا بيا باش نسال كيسيون اللي باش يجاوب بوي كليكي عنها البوتون هذيك. ثم شكون عمره ما خدم فيكم قبل دي سيت ويب؟ اوكي باه تري بيان. اني راه في عباد تتجاوب من غير حشمه معناها اللي ما خدمش ينجم يكليك على البراند هذيك. اوكي تري بيان صافا ميدي بوكو. باش نعرف منين باش نبدا نحكي بشوي بشوي بشوي. دونك داكور جو بونس كو سي بون خدينا دي ريبونس ما في كفاية. نجمو تنحيوها للريز هاند هذيك. دونك نحب نرجع ساعة للسبيك تاع الويب. الويب أول ما بدا في أواخر التسعينات لونجاج اسمه الشي ام ال. الرول من الشي ام ال هو أنه نكتبو كونتوني تاع باج باش تكون بعد كافي شي في نافيكاتور. دونك كي نجي هوني نحل بار اكزومبل جوجل بان كوم ولا ويكيبيديا ولا اي سيت ويب، الكلام موجود هوني بار اكزومبل جوجل اوفريد ان العربية ولا فرنسي ولا لوتا ثم في المنيو ديك برايفسي تيرم سيتينجز وغيره. كيف كيف على ما بقول ثم جيميل، ثم الفوتو نتاعي، ثم تصويرة هوني انيمي، ثم كيشون هذاك نتاع تكست. هذوما كلهم دي زيديمون موجودين، هذوما الكل يمثلوا الكونتوني نتاع باج ويب. بقى شنو هي الستيل نتاع البوتون هذيك بالكري كنحط عليه السوري واللي ثم شوي يظل وراها، والا الانبوت هذاك على جناب مقوس البوزيسيون نتاعو جاي سونتري في الوسط تمام منين من اللوطه جات ولا غير بلون نتاعها كري. هذوما كلهم دي ستيل جاو كيف نعبر عليه بالسي اس اس. دونك سي اس اس هو لوتي اللي نستعملوها باش نعملوا باش نركحوا الديزاين نتاع باج ويب. دونك اتش تي ام ال بور لو كونتوني، السي اس اس بور لو ديزاين. بقى اللي نجموا نعملوا بالفاسون هذه دي سيت ويب، مي يبداو ما نعرفش كيفاش نعبر عليها، نقولوا دي سيت ويب ستاتيك، يعني جيست نراو كونتوني وكاو ما ثماش حتى انتراكسيون، غير على بابيي شادها في ايدي ورا فيها وكاو. معناها مش كيف ما فيسبوك نجم نكتب مساج نبعثه في شات ولا نهبط بيبليكاسيون ولا نعمل رياكسيون نعمل كومنتير بارتاجي حكايه. هذوك كلهم دي زانتيراكسيون يجيو ما بين ان يوتيليزاتور ونصوم ليتيليزاتور اخرين، مين في الوسط تم حكايه اللي تخلي دي زانتيراكسيون هذوكم يصيروا اللي هما معناها ان سيرفور ولا نصوم دي سيرفور اللي هما يجيريو لي زانتيراكسيون هذوكم. بقى شنية انا اليوم عندي اورديناتور حال فيه نافيغاتور، حال فيه نافيغاتور هذاك السيت ويب. دونك ثم دي زانتيراكسيون يصيروا في نيفو نافيغاتور ودي زانتيراكسيون اخرين يصيروا ورا نافيغاتور من تالي نيفو لي سيرفر. بار اكزومبل نجم هوني في وسط النافيغاتور نكتب
ويكيبيديا في الريشيرش. دونك هون انتراكسيون هذه صارت في نيفو نافيغاتور، في السيرفر ما صار شيء. وقتاش تصير اكسيون في السيرفر؟ وقت اللي نكليكي على البوتون جوجل سيرش تتحلي الباج هذه، الريزلتات اللي هي افيشي جتني من عند السيرفر. معرفش اسكو فهمتوني ولا لا؟ على الباك اند وفرونت اند. اكزاكتومون. دونك لما بارتي ديزانتيركسيون في الفرونت اللي هو في نيفو نافيغاتور، ثم ديزانتيركسيون يصيروا في نيفو سيرفر اللي هو يسميوها الباك. دونك فرونت اند وباك اند، ولا فرونت باك. تبقى هوني كان نحكيو على رياكت، رياكت حاجه جيست في نيفو الفرونت اكاهو. رياكت ما عندهاش انتريكسيون في نيفو سيرفر. هو ريالمون ثم حاجه في رياكت تسميها سيرفر سايد ريندرينغ، سي تان سوجي افونسي شويه، مي خلينا نعتبره رياكت حاجه في نيفو فرونت وكهو. سيرتان نيفو تصير كوميونيكاسيون ما بين الفرونت والباك، ماناش باش ندخل في لي ديتاي هذوكم جيسكا تويكا. ماذا بيا نحب جيسكا نحكيو على البارتي فرونت، مش نحكيو على رياكت. دونك العباد خدموا قبل برشا دي سيت ويب، وثم برشا دي زيليمون في لي باج ويب كانوا يتعاودوا، والخدمه نتاعهم تتعاود على الاخر. دونك هوني اشاك فوا يجي ان ديفلوبور يخدم ان بروجي، يلقى روحو يعاود في برشا تاشات من الاول وجديد. الحاجه دي تامباكتي برشا اطراف، من ناحيه تبكتي الكليون كونه البروجي نتاعو باش يشد وقت اطول، على خاطر نفس الخدمه ديما باش تعاود كيك سوا على البروجي نتاعو هو ولا غيره. تمباكتي ديفلوبر يعاود في نفس الحكايه، دونك يحس بالروتين ويقلق. ديري نتاع البروجي كيف كيف بلا برشا، ومام حتى كي نشدوا حاجه نعاودوها برشا مرات، ثم برشا تكرار، برشا ريبيتسيون، برشا دي بلوك دوبليكي في الكود، تولي المينتينابيليتي نتاع الكود اصعب. مش معناه مينتينابيليتي، يعني اليوم عندي بلوك خدمته ومتعود في برشا بلايص في برشا دي باج، صارت فيه مشكل البلوك هذاك، نهار نحب نصلح المشكله دي لازمني ندور على البلايص هذوكم الكل. نجم ننسى بلاصه، نجم بلاصه نسها عليها ما نصلحهاش. دونك بور اميليوري الحكايه هذه جات ابروش اسمها الويب كومبوننت، اللي هي البيت منها انا كل حاجة تتعاود نجم نحطها في ان كومبوزون يكون ريوتيليزابل، نعاودو نستعملو في برشا بلايص، ولا نعاودو نستعملو في برشا دي بروجي. البيت من لي كومبوزون ريوتيليزابل هو ان نربحو ابليكاسيون تاع الكود، نربحو الوقت كيك سوا توا في الديفلوبمون تاع البروجي، خاطر عندنا دي كومبوزون حاضرين دونك ديريكتومون نتيغريهم، منبقاش نعاودو نصنعو فيهم دي زيرو. نربح حتى الوقت، نهار اللي يصير مشكل نجمو نصلحوهم رابيدمون، بعد ما نبقاو ندورو على 20 بلاصة عندنا بلاصة واحدة بركة باش نصلحوها. فوالا. دونك هذه هي معناها النوسيون دو دي كومبوزون ويب دو باز. الحاجة الأخرى الثانية اللي لي كومبوزون ويب هذم بيدهم نجمو بيرسوناليزيو الانتراكسيون معاهم. بار اكزومبل نجمو ناخدو بوتون اللي هي تكون ان كومبوزون ويب، البوتون هذي كي نستعملو الكومبوزون نتاعها نجمو نبدلو الكونتوني نتاعها البوتون، شنو مكتوب في وسطها، الستيل نتاع البوتون، اسكو اللون نتاعها جري ولا زرقاء ولا حمراء ولا صفراء. وقت اللي يصير كليك على البوتون شنو ينجم يصير، وقت اللي يصير دوبل كليك على البوتون شنو ينجم يصير، وقت السوري تحط فوق البوتون شنو ينجم يصير. دونك هذوما حاجات تفرق في شاك فوا نجيو باش نتجري ولا نبليمونتيو لوتيليزاسيون تاع البوتون هذيك ولا تاع الكومبوزون هذاك. كيما الشيء هذا يجي مع البوتون هذيك ينجم يجي مع اي كومبوزون اخر. دونك هوني ديجا ربحنا برشا حاجات. انا حاولت الخص لكم الفرونت ومشاكل اللي جيت في الفرونت على بريود 15 سنة ولا حتى أكثر شوي في 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 معاش في درج بور اكسيليري، معناها باش نجمو نافونسيو شوي. اسكو عندكم دي كيسيون بارابور اللي كنت نحكي فيه؟ سيل فو بلي كان ثما دي كيسيون افونسي شوي من بعد. جو فوا زاد في لي كومونتير اكرام كتبت اللي لودينغ تايم دو باج ويب اوسي رزين،
كدي حاجة كانت قبل زادة موجودة افيك لي نوفيل تكنولوجي وان سينجل بيج صلحت هذيك. الحكاية. ولا حكاية الوان سينجل بيج هذيك بيدها ابروش كيك سوا في رياكت تحب تخدم من بروجي وان سينجل بيج ولا يبدا بزير باج سي تان شوا اوسي. اوكي في انجولار عندك كان وان سينجل بيج بركه. دونك ظهروا برشا دي تكنولوجي يخدموا حاجات هذوم. ثم دي تكنولوجي كلاسيك على الاخر كيف ما انجولار جي اس كيف ما امبر جي اس مي لي زوتي اللي هما مودرن على الاخر هما بيو جي اس انجولار رياكت هذوما الثلاثه الكبار. ثم دي بروجي صغار يحبوا يطلعوا كيفهم مي ما لقاوش في المارشي بلاصه كيف ما لي بروجي هذوما الكل كبار. علاش رياكت عنده سيكس بير على الاخر هو لونجيلار على خاطر رياكت خدموه فيسبوك فيسبوك ديفلوبي اون رياكت كيف انستغرام. انجيلار هو التكنولوجي اللي جات من عند جوجل دونك كعلاش انجيلار زاد معروفة برشا ومستعملة برشا. دونك هوني رياكت وانجيلار اكثر زوز في المارشي معناها نجمو تسمعوا اسمهم. في جي اس الرياكت مثلا في المارشي نتاع تونس ماهوش كيفاش الرياكت خدمتها فيسبوك. اي رياكت خدمتها فيسبوك قلتها ديجا وانجيلار خدمته جوجل. في جي اس كيف كيف تكنولوجي جات ما بين انجيلار وما بين رياكت ماهيش معروفة برشا في تونس على خاطر ما يخدموش عليها برشا عباد. حتى البرا زاد مش بنفس النمبر اللي يخدموا عليه رياكت وانجيلار. بيتاتر البرا الفي جي اس عنده شعبية أكثر شوي. دونك هوني أي ديفلوبر يخدم أن بروجي عنده شوية ما بين انجيلار وما بين رياكت. وقتاش يختار رياكت ولا انجيلار؟ لما برشا كلام يتقال اللي فيه الصحيح وفيه الغلط. بار اكزومبل انجيلار ديدي لي بروجي اللي هما كبار مش صغار. هذا صحيح على خاطر لارشيتكتير تاع انجيلار ديجا كبيرة برشا و افونسي ستركتيري برشا. دونك في ان بروجي صغير تنجم تمثل تضييع وقت اكثر من ربح وقت. لما يقول لك اللي رياكت ما ينجموش يخدموا بيه دي بروجي كبار غلط على خاطر رياكت ديجا برشا دي بروجي كبار مخدومين بيه. دونك تم برشا كلام معناها هوني يجي ما بين انجولار. اللي يسمع كلام معناها يحاول انه يقرا على الانترنت ويثبت مليح قبل ما يخدم هذاك كيف ما هو بشكل خاص. اون فان كونت كلهم دي تكنولوجي كلهم يوصلونا باش نصنعوا دي بروجي ويب. لازمنا نعرفوا الليميت تاع كل حاجه فيهم. لازمنا نعرفوا زاده كل حاجه فيهم شنو هي البوتنسيال اللي وراها وين تنجم توصلنا. مي راهو براتيكمون معناها في معظم الاحيان كلهم ينجموا يوصلونا. بقى شنية كل تكنولوجي فيهم عندها الابروش نتاعها. دونك نختاروا الابروش اللي نحسوها سعادة اكثر شوية ريالمون في وسط لي زونتربريز يصير معناها سولون كونفونسيون ما بين في وسط ليكيب اللي بيشتغل مع البروجي. دونك برمي الحاجات اللي تفرض على شركة انا سام مثلا رياكت ولا انجولار هي ان لي ديفلوبر اللي يخدموا على ان بروجي يميتريزيو تكنولوجي اكثر من الاخرى. دونك بروجي فيه ثلاث عباد خدمين رياكت واحد برك خدم انجولار ما تنجمش تخدم بالانجولار على خاطر البرودكتيفيتي نتاع الثلاثه الاخرين باش تطيح. دونك هوني هذه حاجه من الكريتير اللي تحكم على شوا دو تكنولوجي مثلا. ينجم كيف كيف ان كليون يمبوزي يقول حاشي بالبروجي يكون مخدوم بالانجولار. دونك هذه كريتير اخرى مي ريالمون الفولي تكنيك كما قلت لكم تعتبر لايبراري مش هي ريالمون لايبراري والاخرى هي فريم ورك. دونك سولون لي بيزوان تاعنا تاع البروجي نختاروا الحاجه اللي حاجتنا به. ما ثماش راجل تخليني نختار ديما هيك ما نختارهاش. ديما نمشيو لي كونديسيون تاعنا بالانفيرونمون اللي نخدموا عليه العباد اللي باش نخدموا معاهم لي دوموند الموجودين هذوما كلهم حاجات تأثر على الشواء. مي ما ثماش حاجة خير من حاجة. وقتاش حاجة نحكيو عنها خير من حاجة في وسط انفيرونمون اكس ودي كونديسيون كراك
وقتها نحكي على حاجة خير من حاجة، ميون جينيرال كلهم كي بعضهم، عبارة أنا نحكيو على مرسيدس وبي إم، ما فماش خير من الأخرى، ديما نحكيو على من يجب يكون ثم موديل تاع كهرباء تمشي في الصحراء خير من موديل تاع كهرباء أخرى تصنع تجهيز باش تمشي على الياس، دونك ديما لي بيزوان هما اللي يحكموا كيما تراو. ولا تما كيسيون بار اكزومبل او ميم بروجون او ميم بروجي فرونت، اسكو نجمو نخدمو انجولار و بارتي برياكت وي او نو؟ خرجت توندونس يسميوها ميكرو فرونت اند، اللي هي تخلينا نعملو حاجة كي هكا. مي انا واحد من الناس اونيتمون فوا با ليتيليتي نتاع الحكاية هادي، بتاتر ثم يوتيليتي، مي انا واحد من الناس جو اللي يشد تكنولوجي على بروجي ريفيرونس يركز فيها التكنولوجي هذيك باش معناها ما توليش الامور فوضى، على خاطر كل ما نكثروا الحاجات كل ما نجوج ما تكثر. مي سولو معناها لابروش على لي ميكرو فرونت اند سي بوسيبل. ثم كيسيون اخرى، عسلامة. حسب ما نشوف لي زور ترافاي في تونس الأكثرية يحبوا دي ديفلوبر بي اتش بي سامفوني، رياكت مخدوم بيها الأكثرية لبرا، اسكو توا في تونس يخدموا رياكت؟ وي ثما برشا شركات يخدموا رياكت، كيف ما ثما برشا شركات يخدموا أنجولار. بالنسبة للبي سامفوني دي تكنولوجي بيزمون ولا وقت خاطر بعد ما جا نود جي اس برشا شركات بدلوا من نود جي اس، حتى دي تكنو اخرين كور سبرينغ بوت، دونك ثم ايكيبر في المارشي كيك سوا تكنولوجي اللي تخدموا بها بي اتش بي ولا دوت نت ولا جافا ولا جي اس، ثم كيك سوا في تونس ولا البرا. كيسيون اخرى، كانت نجم تعاود ديفيرونس انتر ام بي اكس ويارن و ام بي ام، دونك رابيدمون ام بي ام هو لوتي اللي نانساليو بها باكجز تاع نود تاع نود جي اس موديل نود. ام بي اكس هو الوتيل اللي نكزيكيتيو بيه يمول هذوما ديريكتومون من غير ما نصليوهم، واليارن هو كيف ام بي ام بي ديفلوبي. سينون زاد ثم الميرن ستاك اللي هي انسومبل دي تكنولوجي نجمو العباد يستعملوها، اللي هي متكونه من شنيا؟ من مونجو دي بي، اكسبريس جي اس، رياكت جي اس، اينو جي اس. دونك كل واحدة فيهم الحرف الأولاني بتاعها يعبر على التكنولوجيا هذيك. فوالا فوالا، دونك نرجعو تويكا للرياكت. دونك هوني باش نكبر شوية في الإكرون تاعي، واضحة معناها اللي يزيب الكتيبة؟ أي واضحة واضحة. أوكي بارفي. دونك البروجي اللي صنعناه كي كتبنا كوموند MPX create react app let's learn react، صنع فيه تروا دوسي، دوسي الاول نود موديولز، الدوسي الثاني هو بابليك، الثالث هو اس ار سي. ما عليك كات فيشيه دوك نجيت اجنور باكج كونجيسون ريدمي ان دي يارن لوك. كان ندخل الدوسي اس ار سي فيه دي فيشي، الفيشي هذا مريال مو حاجنا بالاندكس، هي الفيشي البرنسبال اللي حاجنا بها. اون فيت نجمو حتى نحطو الكود هذا كله طيب باش نجبيه، ماذا بيا نبدا حاجة بازيك دو زيرو. دونك باش نمشي هوني في اس ار سي هذيكا نعمل اندكس بون جي اس في شي، باش نبدا نعمل في شي اخرى نسميها مثلا هوم بيج بون جي اس. دونك هوني في اندكس بون جي اس باش نعمل امبورت فروم ريكت، امبورت ريكت دوم فروم ريكت دوم، امبورت هوم بيج فروم وان سلاش هوم بيج. باش نعمل هوني رياكت دوم وان رندر، ولي لي مولي باش نعمل رندر هون هوني هو هوم بيج. باش نفسر الكود هذا جيست كما نكتبو هوني، نعمل دوكمنت وان جيت اليمنت باي اي دي هو باش يكون روت. ولا دونك بالاربع اسره هذم ديجا كتبنا كود نتاع رياكت
هوم بيج مازال ما كتبناش الكود بتاعها، جيت باش نفسروني الاسره اللي كتبتهم هذوما هما شنو بالضبط. دونك هوم بيج هو سيتان كومبوزون رياكت اللي احنا نحبوا ناخذ الكومبوزون هذا وننجكتيوه في وسط باج ويب. الباج ويب بتاعنا ما فيها حاجه يفيد، دونك باش ناخذ الفيشي هذا كله زاد كيف غيرهم، نعمل هوني ديليت في وسط الدوسي. باش نعمل دوسي نسميه index.html، في وسط index.html باش نعمل هوني باليز HTML، في وسط هي بادي، في وسط البادي باش نعمل هوني ليف، نعطيها اي دي روت. دونك كيف ما تراو هوني عندنا HTML، في وسط بادي، في وسط ليف عندها اي دي روت، وهوني عملنا document.get element by id. دونك ليليمون هذا ديف هذه باش ناخذوها وفي وسطها لداخل باش ننجي كتير الكود نتاع هوم بيج اللي هو كود مكتوب برياكت. دونك ابارتير من الديف هذه روت ولينا في وسط دي زيليمون تاع رياكت. سمعت كانوا في حبيس الكيسيون اي لي زيمبورت هذوك معناه ديما موجودين نيسيسير، والا معناتها في اي بروجي رياكت ولا شنو اكزاكتومون، وشنو هو لوتيليتي نتاع كل وحده فيهم؟ اوكي. دونك كي ناخذ الكود نتاع هوم بيج، باج اللي احنا باش ننجكتيوها على الفوست الاندكس واش يا مال، دونك باش ننجكتيو الهوم بيج لازمنا نمبورتيوها الهوم بيج اللي هي موجوده في وسط في شيء اخرى مازلنا ما كتبناش الكود نتاعها. دونك نسحقوا ان نمبورتيو الهوم بيج باش ننجكتيو الهوم بيج في وسط دوكيمنت get rendered by id root، لازمنا نسمي فونكسيون render من عند رياكت دوم. دونك كيف كيف هون رياكت دوم هنا نعملو له امبور، بقى هون رياكت ابارتير من الفيريسيون دي سيت نجمو نستغنيو عليه. بل في رياكت لازمنا كله نعملو هيك سنتكس جي اس اكس، يعني نحلو باليز اكس ام ال اللي فيها اصغر واكبر، ونيوبليجي دامبورتي رياكت باش السنتكس هذيك تتقرا. مي ابارتير من دي سيت تاع رياكت ما عادش نسحقوا ان نعمل رياكت، كون شي ثم حاجات في وسط رياكت سبيسيفيك حقوهم كيما الهوكس. تفكر قبل ريت ميساج تم شكون سال على الهوكس. دونك فوالا هذوما لي زامبورت بس داويك للهوم بيج. ديجا كان نرجع هوني للبروجي هذا وين هو تحل على لوكال هوست 3000. دونك هوني الكود ما يخدم على خاطر سي نورمال على الاخر بيسكو الهوم بيج ما عندهاش حتى كود، دونك باج بيضا. لازمني نجي هوني نعمل فونكسيون، دونك نعمل فونكسيون نسميها هوم بيج، وفونكسيون مثلا تعمل ريتيرن هاش ا بونجور لافي، نعمل هون اكسبورت ديفولت هوم بيج. دونك الهوم بيج هذه فونكسيون باش نعمل لها اكسبورت، باش وقت اللي هوني نعمل لها امبور نجم نمبورتيها. هذاك هو البيت من اني نكسب اكسبورت، كي نكسبورتي هوني نجم نمبورتي هوني، لو كان ما نكسبورتيش ما نجمش نمبورتي تو سامبلومون. دونك كي نرجع هوني للباج عندي هوني بونجور لافي. قبل كنا نخدمو دي سيت ويب اشاك فوا نبدلو في الكود لازمنا نرجعو للنافيغاتور نعملو ريلود. مي افك رياكت ما نسحقوش نعملو ريلود على خاطر ثم حاجة يسميوها هوت مود ريلود ولا هوت مود ريبليسمنت اللي هي ريلود الباج واحد اوتوماتيكمون. دونك كيك سوا لي شانجمون اللي باش نعملهم في الباج ديما باش يصير ريلود في الباج اوتوماتيكمون، ما نبقاش شاك فوا نكليكي على البوتون ريلود. بارفوا نبدا نخدم في بروجي في فورميلار طويلة عريضة، بدل في الفورميلار هذيك نعمل ريلود للباج تراسيل نعاود نعمل سيزي ليزانفورماسيون اللي حاشي بيهم كل في الفورميلار هذيك. مي فيك رياكت ما نسحقش اني نعمل سيزي من الاول الكل على خاطر كي يصير ريلود هاك لي داتا الموجودة في الفورميلار ما تضيعش تبقى موجودة. دونك هوني الهوم بيج هي باج، هوني هي فونكسيون ترجعنا لليمون هذاك. كما ترجعنا في لليمون هذا تنجم ترجعنا بليزيور ليمون. دونك نجم نعمل هوني مثلا ديف، بس الديف هذه نعمله مثلا هاش ا نسميه هوني بونجور
نعملهم لي باراجراف. رياكت بتاع اللايبراري كما تراهم التالي في النافيجاتور عنا بليزيور باليس صرت لهم انجكسيون الديف اللي هي روت وهوني في وصل الفونكسيون دي هوم بيج رجعنا بوكو ديزيليو النجم ما رجعش ديف دونك نحل الباليز ونسكرها من غير ما نكتب لها كونتوني جملة داخل يسميوها فراجمنت اللي هي كي نحب نلم برشا دي باليز في وسط حاجة فيرتويال رياكت أكيد يبقى فراجمنت أي حد شيء اكزاكتومون رياكت فراجمنت سواء نكتب فراجمنت ولا رياكت فراجمنت ولا نعمل هيك إذا كان بجي نعمل هوني فراجمنت فور اكزامبل لازمني نمبورتي فراجمنت إذا كان باش نعمل مثلا رياكت فراجمنت لازمني نمبورتي رياكت دونك هوني ستان كاس حقنا نمبورتي فيه مي نجمو من غير واحد شيء هذيك هي نفسها سي ليكيفالون دو فراجمنت دونك نجم نجي هوني بجنب الاندكس بوان جي اس نعمل في شيء اخرى نسميها ستيل بوان سي اس اس في وسط ستيل بوان سي اس اس نعمل هوني مثلا اليمون نسميوه كارت دونك انا هوني اليمون اسمه كارت اليمون هذا نعطيوه كيلكو بروبريتي سي اس اس فور اكزامبل display inline block width يكون مثلا 33.33% ويكون عنده ماش بار اكزومبل ولا يكفي هكاك يكفي ونعمل هوني للشي ام ال والبادي عندهم مارجن 0 الكارد هذه ولا ستيل بون سي اس اس هذا نجم نجي هوني نعمل مثلا امبورت style.css لازم نعمل بوان سلاش باش يقراها في شيء دونك نجم نقراها نجم نعمل هوني كان تراو الفونت هذا هو سون سيرف مش عرفت سون سيرف على خاطر على جناب فيه هيك الخطوط هذوك مخرجين نجم نعمل هوني فونت فاميلي بليتو هذا كسيريف فيه الفازات على جناب كان بدلو سون سيرف هوني يتنحاو الحاجات هذوك كما تراو دونك تبدل الفونت هوني نجم نعمل هوني باغ اكزومبل باك جراوند ريد دونك تبدل الري بلون بالروج دونك هوني امبورتينا ستيل بون سي اس اس في وسط بروجي رياكت نتاعنا نجم هوني نجي نصنع كومبوزون اخر سميه كارت كارت هذا شنو باش يكون فانكشن كارت بترتيب اللي عندها كلاس تاع سي اس اس اسمه كارت مي ما نجموش نسميه كلاس هوني في رياكت في جي اس اكس لازم نسميه كلاس نيم الكلاس نيم هذا يكون فيه هوني اش ا ويكون عندنا فيه باراجراف دونك دي مثلا 1 2 3 اخرى ا بي سي والكارد هذه لازم نعملوا له اكسبورت ديفولت كارد باش نجمو نمبورتيوها في وسط الهوم بيج دونك الكارت هذه باش نستعملوها 3 مرات باش نجي وي الاكسبورت ديفولت نستعملوها كان معناتها مع لي فونكسيون لا لا كيك سوا مع فونكسيون ولا مع كلاس ولا مع اي حاجه اي حاجه نحب نمبورتيها من برا نعمل لها هوني اكسبورت خاطر في السي اس اس ما حطيناش السي اس اس ما حطيناش خاطر السي اس اس عندنا هوني سنتكس اخرى جمله ماهيش سنتكس جافا سكريبت وحتى كي عملنا لها امبور عملنا لها طول امبور ديريكتومون امبورتينا في شيء وكاو باللي تنتاعها هو بعديك يعرف اللي هي سي اس اس دونك يفهم كيفاش يمبورتيها دونك هوني في الهوم بيج امبورت كارت دونك باش نجي هوني نعمل ابل على بادي ساعة شي ام ال نورمال دونك كيما تراو موجودة 1 2 3 ا بي سي نجم كارد نستعملها 3 فوا دونك كيما تراو موجودة عندنا 3 مرات في الباج 2 3 ا بي سي 2 3 ا بي سي 2 3 بي هوني اكل 1 2 3 هذيك اللي نجم تكون مثلا تايتل نجم نعديها هوني وبار نجي هوني نعمل مثلا هاي تايتل الاخرى يكون هاي بالبروفيسور يكون هلو دونك هوني عطينا ديزانفورماسيون من عند الهوم بيج الانفورماسيون هذه تعتبر بروبريتي البروبريتي هذوما باش نقراهم من جوا هوني نكتبو
properties. Properties طويلة برشا كلمة، دونك نجمو نبدلوها props. لكن الانديتور هيك حلو فيها ديزاكولات props، والبروبريتي نتاعنا شنو هي اسمها سميناه هوني في وسط الهوم بيج تايتل. دونك الاسم اللي حطيناه هوني بيوصل نستعملوه، دونك هوني props بوان تايتل هوني موجودة. هاي هاي هلو. دونك هوني تنجمو تراو كيفاش بيرسوناليزابل الامبليمونتاسيون تاع الكومبوزون كارت، كيف كيف نجمو ناخدو لا بي سي هاذيكا. دونك نعملو هوني مثلا props بوان كونتنت، كونتنت اللي هو نعملو هوني حاجة أخرى اسمها كونتنت. سيبوزون نحطو حاجة كيما هذه كونتوني نتاعها طويل برشا، سي بوسيبل نجمو نحطوه في الفصل هاذيكا. مثلا في الكونتوني نحبو نحطو حاجات أخرى أفونسي أكثر. دونك شنو نعملو في عوض ما نستعملو حاجة كيما كونتنت هذيك، نجمو نستعملو تكنيك أخرى. دونك في سي اس اس نستعملو هاي ولا هو هذيك، نجمو نجيو هوني نعملو فيرتيكال الاين توب، ممكن نطلعو شوية فهمان في سي اس اس وبرا، نجمو نعملو مثلا تاكس الاين سنتر. دونك نحسنو شوية في ستيل وكهو بادينج 12 بيكسل avec box sizing border box. هيك خلقنا شوية سباس على اليمين وعلى اليسار في كل اليمون. دونك هوني نرجع للكارت البروبس كونتنت هذي كم children، والشيلدرن هذي هي بروبريتي موجودة بار ديفو ديما. الشيلدرن ما نحطوهاش هوني، مي بليتو ناخذ الكونتيني متاعنا هذا الكلو نقولو لاخرو نحيوها كونتنت هذيك كارت حلوها ونسكروها، وفي وصل داخل نجمو نعملو باراجراف اللي هي تعتبر شيلدرن متاع الكارت. دونك لي زيليمون موجودين داخل كلهم هما باش يكونوا انجكتي هوني. نحيها باراجراف هذيك، كان هوني بروبس شيلدرن تحت الهاش ان، وشيلدرن هوني شنو عملنا فيها؟ عملنا فيها باراجراف هذيك. بعد باراجراف نجم نعمل هوني ليا مثلا نحط فيه learn more، وليا هذا نعطيه هوني أشرف ودياز. مو كان موجود غادي كليا موجود باراجراف هذا كل فرد كومبوزون اللي اسمه كارت كما تراو هوني. سيبوزون لي زانفورماسيون هوني باش يكونوا افيشي جاوني ديجا من عند فيشي اخرى ولا من عند بي اي من عند سورس اكسترن. دونك عباره على الري ليست نتاع دي زانفورماسيون. دونك الري هذي مثلا هوني نعملو let data، قلنا هوني الري كونه من شنيه من ديز اوبجي، كل اوبجي فيه هوني title والcontent. دونك هوني ناخدو لولانية هذي declarative نحطوها في title باش نصعد الوزير مو. ثاني component based، ثالثة learn once write anywhere. نجي ناخذ الباراجراف هذه الأولى نحطها هوني في الكونتنت، نجي ناخذ الباراجراف الثاني كيف كيف نحطها في الكونتنت هوني، الباراجراف الثالثة هذه نحطها في وسط الكونتنت هوني. دونك لي داتا اللي عندنا هذوما باش نفيشيوهم في وسط الباج متاعنا نولو نستعملو كارت تحت البركة عبارة على هي الموديل، والكارت هذه نعودوها ثلاث مرات. دونك باش نعودوها ثلاث مرات باش نعملو داتا هي الري في حد ذاته. دونك نعملو هوني داتا و ماب، والماب هذيك نعملو فيها سهيل داخل فونكسيون أخرى اللي هي عن فيها ايتم مثلا، والايتم هذا باش نعملو له ريتيرن، نعملو له ريتيرن باش نرجعو كارت. الكارد هوني في التايتل نعملو item on title، الايتم هو شك اليمو من هذوما كلهم الثلاثة موجودين. وهوني في وسط الباراجراف نعملو كيف كيف item on content. هوني تنجمو تراو كيفاش ديجا باج مريقلة جوها باهي بها افيشي توزي اليمو هذوكم. وكي تحب مثلا تافيشي دو زيليمون تمشي بالفلتر
معناها انه في شي حاجة وحاجة لا ouais. اكزاكتومون كيما عملنا هوني داتا نجم نعمل هوني داتا بون فلتر نخدم هذيك اللوجيك نتاع الفلتراج اللي حشي بيه وبعديك نعمل ماب باش نافيشيهم كلهم دونك الماب هذه تباركوري الليست اللي فيها دي زيليمون ثلاثة هذو يا شاك ليمون ا شاك فوا ترجع لنا الكارد اللي باش يكون افيشي فهمتك. هذوما كلهم نحكي على حاجات باس في رياكت معناها قبل ما ندخلوا لي سي جي افونسي لازمنا نبداو معناها فاهمينهم فماش حاجة جو أخرى بونس كو بخلاف الماب؟ جي ديجا اكسبليكي الحاجات بفاسون سهلة ما نعرفش اذا ثم حاجة صعيبة فسرتها مش باهي ولا ما هيش واضحة ياسر نجموا تسالوني دي كيسيون جيسكا اللي كنت نحكي فيه تويكا جيس حاجة أخرى نحكي فيها بعد كده دونك با دي كيسيون سافا نسكول اوكي اون باس دونك ما نعرفش سالت اذا فماش حاجة أخرى بخلاف الماب هكاكا اي هما جي اس باش انسان يبدا معناها عنده لو مينيموم اللي لازم يكون عند اي ديفلوبر جي اس تما تروا فونكسيون ايديالمون الواحد ماذا به يبدا فيهم اللي هما الماب والفلتر والريديوس وثم اخرى اللي هي فايند كيف كيف زاد سهل على الاخر كي ناخذوا الماب والفلتر والريديوس بحد ذاتهم ما تصويرة تعجبني على الاخر على الاخر دونك باش ناخذ التصويرة هذه ما فيش باش نكسبليكي بها هي كل وقت شنو قصدو بها كوني كي نعمل افيشي ليماج مش كون افيشي دونك باغ اكزومبل هوني عندنا تفاحة وأورانج وبنانا في الماب ناخذ كل إليمون من هذوكم ونعملوا تريتمون على لي زيليمون هذوكم ونرجعوا ليست جديدة نتاع دي زيليمون دونك في الماب كان عندنا تروا زيليمون خرجوا تروا زيليمون كيما نجم يخرج لي ليمون نفسه بيدو هذا ما عملنا عليه حد شيء كيما نجم يخرج لي ليمون مي افيك دي تريتمون صاروا عليه دونك كوني باغ اكزومبل في الماب خذينا التفاحة قشرناها قصيناها كيف البنانة والبرتقال هذيك في الفلتر خذينا ليستا تاع دي زيليمون وعملنا ريشيرش على الحكاية على كونديسيون معينة دونك في الكونديسيون هذه خذينا لورانج نجمو نعملو كونديسيون أخرى أي حاجة شكلها برك اللي مدور شوي دونك تولي تخرج لورانج والتفاحة تبقى البنانة دونك هوني في الفلتر نعملو أمر باش نخرجو داتا من وسط الليست هذيك الريديوس هي عندنا أونسومبل دي زيليمون الريديوس هي فونكسيون صعيبة شوية لو كان تفهموا ماب وفلتر بالكدا نجموا تفهموا الريديوس الريديوس هي عقد شوية مي ساهلة راهي هي ريالمون دونك دونك الريديوس عندنا انسومبل دي زيليمون جمعناهم الكل مع بعضهم وخرجنا ريزلتا دونك كان تراو في الماب كل اليمون خرجنا عليه ريزلتا خاصة به واحد تفاحة خرجت تفاحة البرتقانة خرجت برتقانة خرجت بنانا في الريديوس لميناهم الكل مع بعضهم نشرناهم وخرجنا بهم هما معناها نتيجة شو اسمها واحدة هذيك سالادو فروي دونك نتيجة واحدة دونك هوني في ريديوس في لي زوبيراسيون نجمو نعملو في ريديوس باغ اكزومبل يبدا عندنا اري فيها بوكو دي زيليمون نحسبو مثلا السوم نتاعهم ولا عندنا اري فيها بارش دي زيليمون نحسبو كلي هما اكبر من زيرو ديما سولون الكود اللي احنا باش نكتبوه معناها معناها دي زوبيراسيون بوسيبل ان الواحد يعملهم بالريديوس ليسونسيال في الريديوس ان نوصل ريزلتا سبيسيفيك شنو بها كيك سوا ريزلتا دي تكون معناها هي اراي ولا اوبجي ولا ريزلتا دو تيب سامبل ريديوس هو سيفيان كو ان ميكانيزم نستعملوه وكهو كيف وكيما فلتر وماب كلهم دي ميكانيزم بقى الاوبيراسيون اللي باش تصير بالضبط سيلون كال كريتير هذيك حاجه احنا نكتبوها فهمت الفاز يعني. ميرسي. دونك عايشك دونك ايديالمون معناها تنجموا تكتبوا ماب في الديوس اول حاجه باش نعرضكم في جوجل هي سمبليفاي يور جافا سكريبت يوز ماب ريديوس على medium.com تنجموا تشوفوا الارتيكل هذا باش يعاونكم على كيف ما ثم ماب وريديوس وفلتر
اون فونكسيون زاد اسمها فايند كيف كيف تعاون على الاخر. دونك باش نبعثكم ليها هوني. دونك حاولوا انكم تبربشوم تفهمون بالرسمية دوما دي فونكسيون يعاونوا على الاخر واي ديفلوبر دو جي اس يستعمل فيهم شاك جور لي فونكسيون هذوما باش يعاونوا. دونك حتى شكوني شفنا دي انتريكسيون سامبل في وسط ان كومبوزون ان كومبوزون رياكت بينو بين روح ما وصلناش دي انتريكسيون سبيسيفيك مع اليوزر كيما شنو هي باغ اكزومبل كيف ما عندنا امبوت باش نعملوا فيه سيزي. دونك باش ناخذ هوني كود اخر باش نعمل مثلا امبوت امبوت هذا نعمل له بليس هولدر نسميه مثلا اكس نعمل هوني امبوت اخر نسميه جريك ونعمل هوني افيشاج متاع تكست كون بلس جريك ايكال زيرو مثلا وكون نحكي نكتب اربعة وغاديك نكتب خمسة لك الزيرو هذيك تولي تسعة مكتوب فيها وكوني زيرو مش نحطها في فاريابل الفاريابل هذية هي ريالمون مش باش تكون فاريابل ريالمون باش تكون الفاريابل تاع اكس مع الفاريابل تاع يكريك الفاريابل تاعهم زوز هوني صاروا كالكول صارت له اديسيون. دونك لازمني ناخذ الفالور نتاع الانبوت الاولاني والفالور نتاع الانبوت الثاني. دونك هوني نوصل اسمها فاليو والفاليو هذه نحطو فيها لي فاريابل نتاعنا. دونك هذه هي اكس والاخر كريك اكس وكريك ماهمش ديفيني. هوني جينا الحكايه اسمها هوكس. دونك لازم نستعمل حاجه اسمها هوكس باش تسهل علينا الخدمه من نوعها. دونك تم هوك اسمه يوز ستيت باش نستعملوه. اليوز ستيت هذا لازم نعمل امبورت يوز ستيت فروم رياكت ولا نعملو امبورت رياكت فروم رياكت اوني رياكت بوان يوز ستيت. انا جوا الاسف ان هنا نعملو امبورت يوز ستيت ديريكتومون بيسكو ما نسحقوش رياكت كله نسحقو يوز ستيت هكاهو. ونكون ستيت نتاعنا اسمها اكس وانا عندنا فونكسيون اسمها ست اكس باش نعملوها والفالور بار ديفو نتاع اكس هو ايه هو زيرو. كيف باش نعملو هوني ايكغيك دونك عندنا هوني اكس عندنا هوني ايكغيك الفالور تاعهم زوز هو زيرو. دونك هوني كيما تراو عندنا هذيك عندنا هوني زيرو في شي في البلاصة الأولى هوني زيرو في شي في البلاصة الثانية الزيرو هذيك اللي من اللوطة باش نعمل هوني اكس بلس اكس. دونك هذه نجم نبدلها مثلا ريزالت از زيرو بيسكو زيرو مع زيرو يعطينا زيرو نجم هذه نبدلها أربعة وهذه نبدلها خمسة. دونك ريزالت هي تسعة تشتويك ماشيين في ثنية واضحة وسهلة على الآخر صحيح ولا اي تحفونا على الآخر يوز ستيت مش ياسر في المستقبل. دونك طبقنا هوني فونكسيون هذيك ست اكس ست جريك هاو باش نجيكم لاش حطيتهم كنت نجم نعمل هيك هو كهو اكس و يكريك بوسيبل تعدل الحكايه مريكلا لو كان نمشي هوني الاربعه حتى هوني كود سافا صحيح مش غلط كان نمشي هوني الاربعه هذيك نكتب اي حكايه قاعد نكتب برسمي بالكلافي انا راهو معناش اسكو تسمعوا في صوت الكلافي مي برسمي قاعد نكتب وننزل على ريتوش مي مش قاعد تكتب حتى شيء ريل مو شنو قاعد يصير قاعد تكتب مي رياكت بيسكو هوني هو مطالب انه يفيش الفالور دو اكس فاليو باش يخلي ديما فالور دو اكس هو افيشي دونك يعمل في بروتيكسيون رياكت هون. اذا كان انا نحب نحيها البروتيكسيون هذه مش نحيها مي يخلي يقبل الحاجه اللي انا باش نكتبها هوني لازم نقرا بها بفونكسيون اخرى اسمها هوني وقت اللي يصير شانجمون شنو لازم يصير اون تشينج سواء على الاكس ولا على الكريك اون تشينج اون تشينج معناها كي نحط سوري على الانبوت هذاك و ونكتب حكاية غير شونجمون على الانبوت. دونك اون تشينج هوني ثم حاجة لازمها تصير. دونك هوني نعملو مثلا فونكسيون نعملو هوني مثلا فانكشن نسميها اكس تشينجت فونكسيون هذي شنو باش تكون هي انا هوني ايفنت ونعملو هوني ست اكس نرجعوها هوني باش نستعملو ست اكس هذي ست اكس هذي باش نحطو فيها الفالور الجديد متاع الانبوت هذا. الايفنت هذي هي
شنو الاكسيون اللي صارت وقت الشونجمون؟ اسكو نزلت على بوتون معناها ولا اسكو فسخت في فالور نزلت على البوتون اللي تفسخ؟ فما برشا نوع تاع ديزيفينمون يصيروا، ولا عملت كليك بالسوري برشا نوع تاع ديزيفينمون يصيروا. دونك هوني في ليفنت شنو باش نعطيها الاكس هذيك؟ دونك سيت اكس هذيا هي فونكسيون نستعملها باش نحط فالور هوني الاكس. باغ اكزومبل نعمل هوني مثلا 8، هوني باش نعمل اكس تشينج ات، لو ثاني باش نحي لها الاون تشينج. دونك هوني كان نجي هوني الاربعه هذيك نكليكي على اي كاركتير في الكلافي تكتب 8، على خاطر هوني وسط اكس تشينج عملنا سيت اكس فيها 8. دونك فالور تبدل ب 8، احنا ما حشناش به يكون 8، حشنا به يكون ايفينمون اللي صارت على الانبوت هذا. دونك الانبوت هذا هو يعتبر التارجت تاع الايفينمون هذيك. التارجت هذا اللي هو الانبوت هذا عنده فالور في اللقطه هذاك تبدل، الفالور هذاك هو اللي حشنا به باش ناخذوه في اللحظه هذيك. الفالور هذا هو باش حط في وسط اكس. دونك نجم هون نجي نكتب مثلا 9 7 4، كيما تراو اللي انا قاعد نكتب فيه هوني قاعد ينزل. واضح حتى اشتوى؟ تم حتى اشتوى صغير سيكو مولو تا ريزلتا قاعد يحسب لي في 1 2 3 ويلصق لي في 5 ليهم. كانت هوني اكسشينج نجم نعمل هوني ايكريك تشينج ونعمل هوني سيت ايكريك اللي هي مش تكون سيت ايكريك غاديكا. هوني نعمل اون تشينج واي تشينج. اوكي ديا نجم بدل 45 نجم ندير نعمل 45 واخر 54. مي باش نصلح المشكله هذه تاع الكونكاتيناسيون لازمني ناخذ الاكس هذيك نعمل هوني نمبر دو اكس هوني نمبر تاع ايكريك. دونك كان عطاني 99، نعمل هوني 7 مثلا هوني 8 يعطيني 15، 7 و 2 9 اكس واي حط لي فالور باش نحطهم غاديكا باش نحسب باش يتحسب صحيح. تبقى هوني عندنا اكس تشينج و ايكريك تشينج دو فونكسيون و براتيكمون يعملوا في نفس الرول. دونك نجمو نحسنوا فيه الكود هذا شويه. دونك حنو شنو نعملو؟ نجمو هوني نكتبو فانكشن فيها الايفنت هذيك باش نسميها او، ولا هوني نمسيت اكس هي او بوان تارجت وان فاليو. نفس الكود هذاك بالضبط عاودتو، لهنا باش نقص في الكود هذا كل الفانكشن باش نحيهم بدلها الرو فانكشن كيما الفلاش. نجم نحي لي زاكولاد هذوكم كيف صغر في الكود، نجم نحي حتى البارونتيز تاع الاو. دونك هوني سي بون صغرت في الكود على الاخر كيف كيف. هوني جيت في وسط اكس نبدلها سيت كريك ونحي هذا الكل ما عادش حشي بيه. اسكو سما الكود هكا واضح مفهوم؟ اي اي لي زوت بات كيسيون. مريم فتح الله تسأل شنو هي الفرق ما بين كومبوننت و يوز ستيت. دونك الكومبوننت هوني هو اللي مول كبير بالكل اللي باش يصير فيه الخدمه. اليوز ستيت هي فونكسيون استعملناها عيطنا لها هي باش نغارديو فالور نتاع كيف وسط فاريابل، وعندنا فونكسيون اللي باهي نبد فالور نتاع الحكايه هذيك وقت اللي نسحقو. دونك اذا كان حاجه بار اكزومبل بليكس كون معناها كونستانت وكون يحطوا معنا جي السكاكة سينو حشنا بيها معنا معها فونكسيون تبدل الفالور. نجم نعملو set x ولا منعرفش change x update x معنا سان شوار الفاسون اللي نسميها بيه. سارة سلطاني تسأل علاش نستعملو في هوكس؟ على خاطر في رياكت ما نجموش في وسط الفونكسيون بدلو في لي فالور. معناها الهوكس هوني تعطينا ان سيستم حاضر ديكلاريو بي دي فالور تاع دي فاريابل معني فونكسيون اللي بدلو بهم لي فالور تاع دي فاريابل هذوكم افيك معناها بروتيكسيون للكود نتاعنا تاع رياكت، سينو تنجم تصير فوضى. دونك ايديالمون ديما نساعدو الهوكس في الكاه هذا بوريفيتي مشاكل تنجم تصير لنا. ثم كيسيون اخرى زاد معنا شنو الفرق ما بين هوكس وريداكس؟
دونك لو هما جيست بيهم هما نجمو نخدمو على ديزاكسيون كيما هوني مثلا يوز ستيت نجريو بيها ستيت نتاع لي كومبوزون. كي نحكيو على ستيت معناها انفرو نفس كومبوزون بينهم بالروحو. كان تفكروش في كاردوني عملنا بروبس. بروبس هو اي انفورماسيون تجي لي كومبوزون من برا، مي ستيت هوني اي اي انفورماسيون في وسط الكومبوزون بينه وبين روحه خاصه بيه وحده. لهنا باش عملنا ستيت استعملنا يوز ستيت. هذه اي فونكسيون فيها يوز حكايه، يوز ستيت، يوز ايفكت، يوز ديسباتش، هذوما كلهم نسميهم هوكس. اي يوز حكايه راهي هوكس تتسمى، والهوكس هذوما هما دي فونكسيون اللي يسهلونا خدمه تاع برشا حاجات. دونك الهوكس نجمو نسميوه ميكانيزم، وريداكس هو فاسون نستعملوها باش نعملو ستيت جلوبال على بروجي رياكت كامل. دونك ريداكس والهوكس ما همش حاجة نجمو نكومباريوها، نجمو نكومباريو ريداكس وستيت. ستيت هي انفورماسيون في نيفو الكومبوزون وحدو، مي ريداكس هي انفورماسيون في نيفو البروجي رياكت ككل، مي الهوكس اي هي هما ميكانيزم كي نستعملوه هما كيما بروجي ريدوكس، ريال ستيت ولا غيره. كي الريدوكس والهوكس معناتها نفس الرول، علاش معناتها ما هو مش صنعوهم؟ نفس الرول جملة، بالعكس عاود اسمع كلامي مرة أخرى. الريداكس والهوكس ما هو مش نفس الرول جملة. الستيت والريداكس بليز أو موان نفس الرول. الستيت هي انفورماسيون في نيفو الفونكسيون في نيفو الكومبوزون، وريت هي انفورماسيون في نيفو البروجي ككل. فهمت الفرق وين هوني؟ فهمتك بالريداكس فهمتك. نجمو نعملو انفورماسيون بارتاجي ما بين كومبوزون هوم بيج وكارد وأي كومبوزون آخر كيل كسوا. بالريداكس انفورماسيون بارتاجي، مي بستيت، مي بستيت انفورماسيون في نيفو الكومبوزون هذاك وحده. الهوكس هي شنية؟ هي ميكانيزم نخدمو بيه برشا حاجات في رياكت، نخدمو بيه ستيت، نخدمو بيه ريداكس، نخدمو بيه سيكل دو في نتاع كومبوزون، نخدمو بيه برشا حاجات الهوكس. فهمتك. دونك سيت ان ميكانيزم كاهو. ما فتح الله تسأل وساعة نستعملو امبور يوز ستيت فروم رياكت، وفي الامبور كي نحطو امبور كومبوننت فروم رياكت، والا نستعملو امبور يوز ستيت. ما فهمتش مريم الكيستيون تاعك. الو تسمع فيا ولا؟ نسمع نسمع فيك. فيك طيب. اوكي ما عرفش مريم اسكو تنجمش توضح الكيستيون تاعك على خاطر ما حسيتش واضحة برشا. مي سينو حتش تويك ثمشت كيسيون اخرينا اسكو سي كلير حتش توا؟ جو بونس كو سافا. مناش يا جماعة اسكو تحبوا حتى شوني نجمو نقف ولا تحبوا نافانسي دي سي جي اخرين افانسي كما تحبوا. دونك عندكم شوية بالنسبة للكيستيون تاع مريم، شنو هي الفرق كي نستعملوا امبور كومبوننت فروم رياكت ولا امبور يوزر ستيت فروم رياكت؟ اوكي دونك هوني اللي نحكيو عليهم هوني هذوما يسميوهم فانكشن كومبوننتس. دي كومبوزون هما اصلا فونكسيون، اللي هما دي كومبوزون سامبل على الاخر. ثم تيب اخر تاع دي كومبوزون اللي هو ما يكونش مكتوب بالفونكسيون، يكون مكتوب اوترومون بالكلاس. نعمل هوني كلاس كارد اسمه، والكلاس هذا عندنا فيه فونكسيون اسمها رندر ترجع عنا ليليمون تاع الكارد هذاك اللي باش كون ديف عنده كلاس نيم هوني كارد. وكان تفكروا هوني قلنا كي نعملوا ديف نحطوا كلاس نيم ما نحطوش كلاس، علاش؟ على خاطر كلمة كلاس هي مو ريزيرفي في وسط رياكت. دونك باش يكون ثما ديفيرونس ما بين كلاس وكلاس نيم لازمنا معناها هذيك نكتبوا فيها كلاس نيم اللوتر. بقى هوني كارد هذا ما نجموش نطيشوه كاكا وحده، لازمو يكون extended من عند شكون؟ من عند component. الكومبوننت هذا
هو اليمو موجود في وسط رياكت، لازم نمبورتيوه، سينو لو كان ما يكونش اكستندد ما نجموش نعتبره كومبوزون. هذا علاش نعتبره كومبوزون؟ على خاطر الرندر هذه هي ميثود ديجا تابعه كومبوننت، الكلاس كومبوننت هذاك اللي عملنا له امبور. في وسط كومبوننت نجمو هون نجيو نديكلاريو ستيتس، دونك نعملو هوني كونستراكتور، الكونستراكتور متاعنا نعملو فيه this point state equal for example منعش x ولا تحت روا. وانا في الكونستراكتور بالطبيعة لازم نعملو ابل سيبر، اللي خدمو جافا اكيد يعرفو الحكاية هذي. دونك كي نعملو ابل كونستراكتور وكستندينا معناها الكلاس نتاعنا من كلاس اخر، نعيطو للفونكسيون سيبر. دونك هوني ثم اوبجي اسمه ستيت تبع الكومبوننت في فالور تاع اكس هذيك. دونك هوني نجمو نعملو مثلا value of x is، وهاذيك نعملو this point state point x. لو كان تراو هوني الكومبوزون تاع الهوم بيج هذا لو كان نكتبوه نفسه بالكلاس، يكون كلاس كومبوننت مش فانكشن كومبوننت، الكود نتاعو باش يكون اطول برشا برشا برشا. على خاطر هوني شنو باش نعمل براتيكمون، x for example 4 y تكون مثلا 5، باش نعملو هوني شنو باش نعملو هوني، ناخذو les inputs هذوما زوز باش نعطيكم ليكيفالون معناها تاع الكود هذا بالفاسون هذي. وعلاش جا الفانكشن كومبوننت؟ فانكشن كومبوننت خاطر هذا يعتبر حاجة مودرن في رياكت، يعني الكلاس كومبوننت حاجة كلاسيك شوي وبداو يهربوا منها العباد. مش علاش نعملو ذيس ونحلو كيفاش؟ ديريكت نحط في عود باش نعمل كونستراكتور ودخلها سوبر وذي ستيت، حطوا ديريكت ستيت ونحلوا التقويس بتاع المعقفات على هوني. نعملوا هيك معناها مثلا الات اكس يقال كات ونعملوها هي في عوض ستيت هذي؟ لا جيست شوف شي جيست تكتب ستيت يقال مثلا بين هوني نعملوا هيك معناها تقصد؟ اي ما نجموش. علاش؟ على خاطر الاوبجي متاع ستيت هوني هو اوبجي ريد اونلي اللي هو تبع الكومبوزون هوني كومبوننت جاي حاضر، معناها سيستم وراه برشا لوجيك كودي من تالي، دونك ما نجموش نديروه بالفاسون سامبل هكا. فهمت؟ سينو تتخلق برشا فوضى. هذاك علاش جات هوني ستيت يوز ستيت الهوكس جاو هوني باش يفضوا المشكل هذه في الفانكشن كومبوننت. على خاطر الفانكشن كومبوننت في وقت الاوقات اول ما بداو كانوا ستيتلس، يعني ما عندهمش ستيت، من بعديك كي جاو الهوكس هذوما ولاو عندهم ستيت ولاو يقبلوا ستيت. دونك هوني نعملو ابل ذيس بوان سيت ستيت ونعملو فيها هوني اكس، والاكس هذيك نعطوه الفالور متاعها يكون او بوان داركت بوان فاليو. لازم نعملو كوبي كل الكود هذا كل نفسه يكرك يكون ذيس بوان ستيت بوان اكس اخرى ذيس بوان ستيت بوان يكرك. نوكوني كيما تراو هذا الكارت كتبنا هذا الكل، هذه الهوم بيج كتبنا فيها هذا بركة. نكوني بونس كو تنجمو تراو معناها ديفيرونس ما بين كود الاول والثاني. كاش بالفانكشن كومبوننت سي بوكو بلي سامبل، هي اقل اسطرة وكود اوضح. حتى كل الكتيبة نتاع فيز بون ستيت بون حكاية واني ما نسحقوهاش، نعملو طول اكس وكهو نعملو طول كراك. تش تحكينا على شوية على الكومبوننت ديد ماونت؟ ابسوليمون. سينو هوني سارة سلطان كذبت عمرو ديريكت نسيت نحط لي برا انا. تقصد هوني نعملو هيك ستيت ايكال نحط فيها مثلا 4 بريك 5 وي سي بوسيبل زادة معناها
خاطر خسارة نفس الحكاية في الآخر. جيس حبيت نفسر اللي عندنا كلاس، دونك عندنا كونستركتور، دونك التخمام نتاع لي كلاس اللي ريناه في جافا ولا في سي شارب ولا غيره خمو بيه نفسه كده، كنا نستعملوا رياكت كومبوننتس بالفاسون كلاسيك تراديسيونيل. سينو بالنسبة للفونكسيون اللي اسمها كومبوننت ديد ماونت، هي وقت اللي بنحكي عليها ديريكت مو هي شنو هي، نمشي نحكي على سيكل دو في دان كومبوزون رياكتور، دونك نعملوني رياكت كومبوننت لايف سايكل، خاطر ما عندناش كومبوننت ديد ماونت برك، عندنا برشا دي فونكسيون موجودين. دونك حلو هذه هوني في جديد مع اربط ريكس كومبوننت لايف سايكل. لا دونك ناخذ البارتي هذه قبل ما نحكيكم على البارتي هذه. ثم كيسيون جت على البروبس والستيتس، شنو هي الديفيرونس بيناتهم؟ دونك كيما حكيت لكم البروبس هي اي انفورماسيون تجي للكومبوزون من برا، اي انفورماسيون من برا تجي ياخذها الكومبوزون كيف ما هي، ما يناقشش فيها وما ينجمش يبدلها، ياخذها كيف ما هي بالضبط. البروبس ستيت هي اي انفورماسيون دو كومبوزون بينهم بالروحه، يصرف فيها يبدلها يتلا بها حاجه تخصه. دونك ستيت حاجه خاصه بالكومبوزون، لو بروبس حاجه تجيه من برا حاضر كيف ما هي. بالنسبه لسيكل دو في دان كومبوزون تتكون من 3 مراحل ولا هما 4 ريالمون، خاطر ثما فونكسيون اخرى زادت هي ماهيش موجوده في الصوره هذه هوني. دونك كيما تراو تم الفونكسيون راند ديكا كي نحكيو على كلاس، هي هذه فيها شنو باش يرجع لنا بالضبط، شنو باش يصير له ريتيرن. دونك الفونكسيون رندر هذه هي اللي باش تفيشي لنا الكونتوني في وسط الباج. فونكسيون رندر هي بالاخضر كيما تراو حتى في وسط الكانت على الديت موجوده بالاخضر بالاخضر. وقت اللي كومبوزون تاعنا باش يتلانسا اول مره ويكون افيشي اول مره، باش يصير ابل الفونكسيون اسمها كومبوننت والماونت. كومبوننت والماونت هذه فونكسيون بها هي نجم نعمل ديزكسيون قبل ما يصير ماونتينغ للكومبوزون. ما ثمش كا سبيسيفيك الواحد يمشي له، ثم دي كا معناها نجم تستحق انك تعمل اكسيون قبل ما يتمونتي الكومبوزون هذاك. ما نجمش نعطي اكزامبل الحقيقه في كي هكا، مي فونكسيون حضروها جماعه فيسبوك على ما ياتي. مثلا باش بعدين تعيط كرندر للسيرفر ولا فازا ولا API خدمه من الاول. وي بوسيبل بوسيبل وي بوسيبل سينو جي بعديك الرندر، يعني كومبوننت والماونت عباره على نوتيفيكاسيون ولا اليرت ولا انفورماسيون اللي الكومبوزون راهو باش يترندر. كومبوننت ماونت معناها كمل الرندرينج نتاعو واموره واضحه جو باهي. الكالي ماهوش موجود هو وقت اللي يصير ايرور في الريندرينج اللي هو ابل فونكسيون اسمها كومبوننت ديد كاتش، صار فيه ايرور. الكومبوننت ديد كاتش هي فونكسيون يصير لها ديكلونشمون وقت اللي يصير ايرور في كومبوننت. عندنا في الكان تاع الابديت يعني البروبس اللي هما جايين من برا بدو كومبوننت وريسيف بروبس، بعديك شوت كومبوننت ابديت هي فونكسيون احنا نستعملوها باش ناخذوا ديسيزيون اسكو نسحقوا نعملوا ريندرينج والا لا كومبوزون يتبدلوا لي بروبس هذوك. كان ترو هو اللي باش يعاود يعيط كومبوننت والابديت هي نفس الشيء كيف ما كومبوننت والماونت، بعيط للرندر بعديك كومبوننت ديد ابديت كيما ديد ماونت
هيك باش يمونتي يا باش يابديتي. كيف كيف ستيت، ستيت ما عندوش حاجه جايه من برا، خاطر ستيت انفورماسيون عنده هو اون انترن بينه وبين روحه. دونك ثم شو كومبوننت ابديت اللي كانت بدلت ستيت، هل ترى على التبديل نتاع ستيت هذيك تستحق انه يعاود يرندر من الاول والا لا؟ لو كانت تمشيو لو لونجيلار بار اكزومبل، على كل شونجمون لونجيلار يعاود يرندر. مي رياكت توني عندنا فونكسيون باهية نجمو ناخدو ديسيزيون اسكو يرندر ولا ميرندرش. ثم كومبوننت والابديت كيما في الكان تاع البروبس، بعديك رندر بعديك كومبوننت ديت ابديت. يبقى الكان الاخراني اللي هو ان ماونتينغ، يعني كومبوزون كان افيشي وباش يتنحى. فونكسيون كومبوننت والان ماونت، قول قايد هذوما كلهم دي فونكسيون موجوني نجم يجيون مثلا كومبوننت ماونت ونحل البارونتيز وديكولاد ونكتب غاديك الكود نتاعي كيف كي كومبوننت ديت كاتش بارونتيز وديزاكولاد نكتب غاديك الكود نتاعي. في الكا هوني تاع الهوم بيج نقولو نسامله حاجة اسمها افكت. افكت اليوز افكت هذية هي تو سامبلومون كومبوننت ديت ماونت component it component will mount will receive props هذيك will update دي فونكسيون deprecated مشطبين معناها كانوا قبل موجودين مي ايديالمون ما نستعملوش في الفيتور على خاطر باش تنحاو من رياكت في ليفريسيون الجايين. والكومبوننت component شو اسمه احنا الاخرى قلنا شو component update شو component update لو كان did mount did update شو component update component will unmount. اوكي هذوم كلهم مع بعضهم الاربعة جاوا تلموا في شوي هذا هون شوي اللي تراو فيهم في اليوز افكت. دونك اليوز افكت هي عندك لونشير كيف ما كومبوننت ديت ابديت ولا ديت مونت، وقتاش يصير ديكلونشمون تاعو سيلون كان هيك حاطين في ما فيها حد شيء يصيروا دي واحده يعني ديت مونت. والهون يحطوا كود وين كومبوننت از ماونتد نعملو when component will unmount position mount يعني هذه تحط الكود نتاع اذا كان حاول نجيريو component data وشو تبدي باش نعمل لكن فليكس مثلا على كل مو في الكس هوني بيصير ديكلونشمون يعني هوني شو component update باش يلونشي كل مدى الاكس الاكس هذيك هوني شو component update وشغل بيصير كومبوننت اللي هو ابديت كومبوننت ديت ابديت يتحط الكود نتاعها لهنا وريتيرن هذيك تجي في وقت اللي باش ينماونتي بالكا هذا شنو ينجم يصير. دونك هذوما لي فونكسيون تاع سيكل دو في تاع رياكت وكيفاش بالهوكس نجمو نعملو ليكيفالونس نتاعهم خاطر هما سيبوزي موجودين كان في الكلاس كومبوننت وكاهو. يعني نمشي هوني نكتب كومبوننت ديت ابديت حاجة ما يعرفهاش وما يفهمهاش الجملة ولا فوالا سي تو. فهمتك ميرسي يا بيسا عايش مريم فتح الله سلسلة اسكو نجمو نقولو رياكت يخدم بالان في سي ما نجموش ريالمو على خاطر رياكت يستعمل في الستيت واللي هي باترن تتسمى يوني ديريكسيونال عكس الـ MVC اللي هي دوبل ديريكسيون وستيت أقرب برشا للريدكس. ممكن نجمو نعتبرو الريدكس وستيت حاجة كيف بعضها والـ MVC حاجة أخرى جي عكسهم. دونك باش ياخد فكرة على الديفيرونس بيناتهم تكتب MVC vs Redux بار إكزامبل تلقى هوني كيفاش الـ MVC الكوميونيكاسيون فيه ما بين الكنترولر والفيو معناها دوبل ديريكسيون فيها عكس
معنى كيما تلاقي في الموديل الفوق سيرتو، معنى عندنا برشا دي موديل وبرشا دي فيو كنترولر واحد بركه، عكس الريداكس اللي هو يعني معناها في الاكزامبل هذا راهو في فلاكس. الفلاكس هو الاب الروحي نتاع ريداكس. عندنا اكسيون سارت، الاكسيون هذيك تكون ديسباتشي، ديسباتشينغ هذاك باش يبعث ابديت للستور اللي هو بلاصه واحده بركه فيها الانفورماسيون ريال. الانفورماسيون هذيك تعمل ابديت للفيو، كي كيك الفيو يصير الابديت. دونك ثم ديريكسيون واحده بركه ماشيه فيها الابليكاسيون كيما تراو هوني في الاركتيكتشر تاع ريداكس. عندنا ديريكسيون واحده بركه في الفيو، صارت ديكلونشمون تاع اكسيون، صار ابل ان ريديوسر ديسباتشي على ستور، ستور كي تبدل فيه تبدل فيه الانفورماسيون، مشات ميزا جور للفيو. مي ما تنجمش الاكسيون تبدل في الفيو ديريكتومون، في الان في سي الاكسيون تنجم تبدل في الفيو ديريكتومون. كيف ما تراو هوني ثم دوبل فلاش في لي كال كلهم. و ان فيت دونك انا سمعت كم بارتاجي ليكران. اوي عندك قداش تقصد ليكران؟ دقيقتين يمكن ولا ثلاثة، معليش باش. اوكي خابش نرجعوني لديماج. انا حاف يقول بديماج نكوني كما تراو الان في سي عن الموديل فيو كنترولر ثم دوبل ديريكسيون اشيرات الكل. اللي جبت على الفلاكس هو هوني، دونك ثم هذيك ديريكسيون واحده بركه، الفلاش ماشيين في ثنيه واحده بركه، هي كيما هذه بالضبط. دونك من الفيو للاكسيون للريديوس للستور عكس الكا نتاع الان في سي اللي هو ديريكسيون. دونك باش نذكر على الديتاي فما برشا دي زارتيكل اقرا امبارح بشوهم تاخذوا عليهم فكره. فوالا ثم زاد كيسيون على الجراف كيال، شنو هو الجراف كيال؟ هون نحكيو على هي كوتي باك اند اللي هي معناها كما نقولوا سون ولا ميثود تخلينا نطلب ديزانفورماسيون قد البزوان اللي حنا بيه بالضبط. دونك مبنية على البرنسيب هذا. عم ديسكريبسيون للداتا اللي حاشك باش نيه بالضبط ككل. بعديك اطلب الانفورماسيون اللي حاشك بها بركة، يعني نجي كون عندك باريكزامبل بروجي فيه نيم وتاج كونتريبيوترز، نجي في البروجي تطلب التاج لاين هكا ما حاشكش لا بالنيم لا بالكونتريبيوترز. وبعديك هو يجيب لك لي ريزلتا سولون انت شنو طالب وسولون شنو موجود يوصل بس دوني بتاعك. هذا هو الجراف كيال سيتو. فوالا جو بونس هيك عملنا دورة معناها بصورة عامة على رياكت، حكينا على كيك سي جي بازيك اي سيتو. يعطيك الصحة انس، ياسر طيارة البريزنتاسيون. يعطيك الصحة، ان شاء الله تكون عجبتهم الجماعة حسب ما نشوف. معناتها بعدين وصلوا كملوا معنا 38 واحد، تصور عجبتهم قاعدين. سينو للي حضروا للفورماسيون هذيا ينجموا بارتاجي تاو ليكرون كنت حابة نسقص انتي. اون فيت هات الاثنين عنا بايثون عنا جافا عنا اندرويد كنت تحبوا تعملوا انسكري فيهم، وان شاء الله الانجسترمون تنهبتوه على الباج فيسبوك متاعنا كالعادة ديتس كلونت، وتوسكي ايفنمون تنزيدو نهبتوهم كان تحبو زيد ننظمو كان تحبو ننظمو حاجة اخرين تنجمو تعملو دي بروبوزيسيون متاعكم. تعطيكم تو فورميلير معناتها تعطيو الفيدباك متاعكم بارابور الفورماسيون، وزيدا باش تحطو الميل وكل شيء باش نبعتولكم زيدا اتيستاسيون انتو ما حضرتو الفورماسيون هذيا. لهنا تنعطيكم اللين في الكومنتير. سينو في اخر السلاعة هذيا باش نلانسيو واحد ايفينمون اللي هي في الويكاند، انا اللي حاب يبارتيسيبي زاد ينجم يعمل انسكريبسيون في البلاتفورم وايت نايت تشالنج باش تكون معناتها اوبن ايديا وباش تخدموا عليها. وفهم الواحد بالنسبه للي باش يربح باش يربح فورماسيون في معناتها جراتوي معناتها معانا في الحاجه اللي يحب عليها كلك سوا ويب ولا موبيل ولا اللي يحبه. سينو يعطيكم الصحة ونشوفكم إن شاء الله في فورماسيون أخرى نهار الاثنين ولا نهار الثلاثة ولا
اخي تحبوا انتم. ميرسي، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة على بريزونس. كما قلت لكم تستحقوا أي حاجة، كيك سواء رياكت أو كلاود كومبيوتينغ ولا غيره، جو سوي توجور ديسبو. خليت لكم الأيام تاع لينكدين تاع الفيسبوك، اللي يحب يبقى اون كونتاكت. ولا يعطيكم الصحة مرة أخرى. صباح الخير.